القيطنة، حسين وبعض المناطق الريفية لبوهني. المعلومات التي بدأت متضاربة في الصباح ارتفعت تدريجيا، وكما قدمت قبل قليل الإحصائيات ارتفعت، وفرق الحماية المدنية مدعمة بفرق أخرى من كل ولايات غرب البلاد توزعت عبر كافة المناطق. هذه الصور تعكس مدى جسامة وقوة الزلزال الذي ضرب ولاية معسكر هذا الصباح. بوحنيفية، بوهني، سيق إلى غير ذلك. كما قلت، فرق الحماية المدنية تدخلت فور سماع الخبر ونقلت الجرحى إلى مستشفى سيق، وعملية التدخل متواصلة حتى اللحظة. للتذكير، فإن مختلف المناطق التي ضربها الزلزال تعتبر جدرانا هشة بكل أرياف ولاية معسكر.